طيب مرحبا بكم، احنا سعيدين نتواصل معاكم من دردوق وهنا في دردوق. سالنا عن اله موسيقيه اشتهروا هنا في دردوق بتدق عليها في الافراح والاطراح، وقلنا يا اخواننا الفرح ده ما طبعا اي اله ممكن تستخدم، واغلب الالات اللي نحن بنتكلم عنها دي الات تراثيه اللي مر الزمان الناس شغالين بيها، لكن في الاطراح دي يا اخواننا في الات معينه بتدق، يعني مثلا الاستنفار مثلا جات حرب جات ناي ذكرها فوق الضرب وفوق الموت وفوق الغدر وفوق النهب، الناس زمان بياخذوا الات معينه بياخذوا عليها، ففي اله بتشترك ممكن تنضرب في الفرح وفي الكره زي ما بقولوا. اول زوج قال اجابه صح بيكسب معانا جايزه، انت منو؟ علي احمد عبد القادر. انا حاج سعيدين، انت منو؟ علي احمد عبد القادر. حاج احمد يا اخواننا الاله هي النحاس، حاج احمد فايز معانا بجائزه مقدمه من قناه الشروق، صفقه لحاج احمد يا اخواننا. مبروك عليك، نمشي العربيه للجائزه باسم الله. نبارك لاخونا حاج احمد الفايز معانا في محطتنا دي. سؤالنا كان عن اله اشتهروا بها هنا في دردوق بيدقوا عليها اله موسيقيه في الافراح والاطراح معا، هي اله النحاس. حاج احمد فاز معانا ببوتجاز مقدم من قناه شروق، صفقوا لي يا اخواننا صفقه حاجه. بسم الله نفتح العربيه باسم الله.